أهلا بكم مشاهدين الكرام من جديد من هنا من مينسك عاصمة بيلاروسيا. أرصد لحضراتكم كل الاستعدادات الجارية هنا في استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي بدءا من يوم 17 وحتى 19، والوفد المرافق له بطبع العديد من الاستعدادات. أجندة أعمال مليئة جدا لرئيس هنا، وهي تعد الزيارة الأولى لرئيس مصري منذ بدء العلاقات البيلاروسية المصرية تقريبا منذ عام 1902 90. الكثير من التفاصيل وكثير من الأعمال التي هي في انتظار رئيس عبد الفتاح السيسي حين وصوله لبيلاروسيا. اسمحوا لي أرحب بضيفي الكريم معالي السفير إيهاب نصر، السفير مصري في موسكو، وهي تشمل طبعا كافة أنحاء روسيا الاتحادية، بيلاروسيا، طاجكستان وتركمانستان. سيد سفير، أهلا بحضرتك على إكسترا نيوز. أهلا وسهلا بكم وبتشريف حضرتك. في البداية سيد سفير، يمكن هي أول زيارة لرئيس مصري منذ بدء العلاقات بين البلدين، إيه أهمية هذه الزيارة؟ هو أولا بيلاروسيا كانت أحد، مصر كانت أحد أوائل الدول اللي تبادلت العلاقات الدبلوماسية مع بيلاروسيا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي واستقلال البلاد عام 91. العلاقة ومصر والقاهرة بتحتضن أول سفارة بيلاروسية في الشرق الأوسط وإفريقيا على الإطلاق، وظلت لفترة طويلة جدا هي السفارة الوحيدة في القارة الإفريقية وفي الشرق الأوسط بالكامل. العلاقات بتحتل أهمية كبيرة بالنسبة كمان للجانب البيلاروسي اللي بينظر لمصر بتقدير شديد، دولة رئيسية محورية بيثق في بيقدر بشدة آرائها ومواقفها ورؤاها الإقليمية والدولية. العلاقات شهدت نمو كبير منذ الاستقلال. احنا يمكن الأعوام الأربعة الماضية لوحدها حصلت فيها يعني ما يمكن تسميته بطفرة في العلاقات، يعني العامين الأخيرين فقط عدد السياح البيلاروس تضاعف 4 مرات، حجم التبادل التجاري تضاعف 120% تقريبا في عامين فقط. تنوع المجالات اللي بتشملها العلاقات وبوتيرة سريعة ونشطة كبير. يمكن اللي بيخلي هناك أفق إضافي لهذه العلاقات هي طبيعة الاقتصاد البيلاروسي وطبيعة الاقتصاد المصري، إن الاتنين بيسمحوا بالتعاون في مجالات تصنيعية وتكنولوجية متطورة بشكل كبير. الحقيقة أنا ببص إن البلدين لديهما إمكانات بتكمل الآخر. يعني بيلاروسيا عندها القدرة التصنيعية والتكنولوجية الكبيرة، قاعدة علمية جيدة ومتميزة. مصر عندها اليد العاملة، الموقع الجغرافي، انفتاح على عدد ضخم من اتفاقيات التجارة الحرة على أسواق رئيسية في العالم. فتكامل هذه المزايا والإمكانيات بيسمح للمنتجات المشتركة بدخول أسواق يعني لم يكن المنتجين في البلدين يطمحوا إليه. فبالتالي دي صيغة بتسمح لاقتصاد البلدين بالتكامل والنمو. فيمكن أبرز مثال على ذلك شاحنات ماز، اللواري ماز الرئيس، المنتج الرئيسي للشاحنات في بيلاروسيا بتنتج في مصر الآن منذ العام الماضي أو قبل الماضي. دي صيغة تعاون لإنتاج مشترك، لإنتاج منتج قادر على المنافسة في أسواق ثالثة إن شاء الله. يعني أنا بطمح أننا نكرر هذا المثال في مجالات أخرى ومنتجات تانية. وأنا شايف أن الحقيقة في الكثير جدا من الاهتمام في بيلاروسيا، قد ينقص في بعض الأحيان المعرفة بين الشركات من الطرفين، وده اللي بنحاول نتغلب عليه، لكن في اهتمام متزايد وسريع وأنا بلمسه في كل مقابلات. عايز أسأل حضرتك عن هذا الاهتمام وهذا الزخم الذي حدث في آخر عامين تحديدا زي ما حضرتك ذكرت في المجال التجاري والتبادل التجاري والاقتصادي. حضرتك يمكن ذكرت نقطة الأسواق، دخول أسواق مختلفة، هل له علاقة بعودة مصر لسوقها الإفريقي مرة أخرى بقوة؟
يعني هل ده له علاقة بمثلا إرادة من جانب بيلاروسيا بدخول السوق الأفريقي عن طريق مصر؟ هو يعني أنا عايز يعني أقول لحضرتك مصر هي الشريك رقم واحد تقليديا، وده مش شيء جديد، ده يعني من قبل حتى استقلال بيلاروسيا. فمصر هي الشريك الطبيعي اللي بيأتي ضمن قائمة أهم الشركاء والشريك الأول على الإطلاق في الشرق الأوسط وإفريقيا، فبالتالي هي شراكة طبيعية. المزايا اللي مصر بتحظى بيها وأولها طبعا قدرة منتجاتها على دخول الأسواق الإفريقية والعربية أيضا بدون عوائق جمركية، ده بيكسب هذه المنتجات ميزة إضافية. فالميزة كانت موجودة، ما يحدث الآن هو الترويج لهذه الميزة الإضافية، خصوصا أن يعني الشركات البيلاروسية أيضا تحتاج إلى شريك قوي قادر على دخول الأسواق الإفريقية، بيتمتع بقدر من الثقة في هذه الأسواق، والشريك الطبيعي في هذه الحالة هو مصر. حقيقة وعلى مدار الأعوام اللي فاتت سيادة سفير كان في لقاءات رفيعة المستوى عديدة، وتقريبا تم رصدها، نحن بنتكلم عن 65 لقاء في ثلاثة أعوام أو عامين، يعني على مستوى رفيع أو على مستوى رفيع، من بينهم 2017 كان هناك زيارة من الرئيس البيلاروسي للقاهرة، 2018 زيارة رئيس البرلمان المصري لبيلاروس، وما بين ذلك بقى وزراء ووفود رفيعة المستوى. ايه جديد من خلال هذه الزيارة يا فندم؟ هو طبعا الرئيس البيلاروسي الكسندر لوكاشينكو زار مصر بالفعل مرتين، كانت ولاهم عام 96 والتانية كانت عام 2017. الزيارتين يعني انجز فيهم الكثير، انما هذه الزيارة بالذات بتكتسب خصوصية، يعني انا بشوفها خصوصية شديدة التميز. أولا لأنها الزيارة الأولى على الإطلاق لرئيس مصر منذ الاستقلال وفي تاريخ بيلاروسيا. ثانيا لتنوع وشمولية المجالات اللي بتغطيها، يعني الفعاليات الزيارة بتشمل تقريبا كل المجالات الواعدة أو القائمة في العلاقات بين مصر وبيلاروسيا. الزيارة دي بهذا المستوى الرفيع ويعني بتفتح آفاق إضافية وبتعطي رسالة قوية مباشرة لمجتمع الأعمال في البلدين بالتحرك يعني لاستكشاف قدرات الاقتصاديين. فأنا بشوفها رسالة قوية مهمة. مصر عادت مصر قوية المؤثرة فاعلة لها بتحظى باحترام بالغ لمواقفها لسياساتها لرؤاها، وده يعني يمكن الفعاليات اللي بتشملها الزيارة وتنوعها في حد ذاته بيوضح قد ايه الاحترام البيلاروسي للثقة لمصر ورؤيتها والثقة في توازن سياستها الخارجية وانفتاحها. الحقيقة سيادة سفير فعلا الأجندة مليئة، أجندة رئيس هنا في بيلاروسيا، ويمكن من طبعا إلى جانب اللقاءات الثنائية مع الزعيم البيلاروسي، منتدى أعمال غدا، لقاءات لنصبة تذكاري ولقاءات رمزية غنية جدا. هناك طبعا زيارة للبرلمان الروسي بغرفتيه واحتمالية إلقاء كلمة من جانب الرئيس السيسي كأول رئيس أجنبي يمكن أن يلقي كلمة هناك في البرلمان، رمزية ذلك يا فندم كيف تتابع؟ هو يعني زي ما قلت شمولية الفعاليات الزيارة لكل مجالات العلاقات، يعني أعتقد أنها بتعكس مدى ثقة مصر والاحترام اللي بتتمتع به في بيلاروسيا وفي المنطقة بشكل عام. يعني يمكن الجانب الاقتصادي، الجانب البرلماني لا يمكن اغفاله، التعاون الانساني
كل هذا مجالات في منتهى الثراء. التعاون البرلماني طبعا لم يعني له تاريخ ونشاط مميز، يمكن في زيارة السيد رئيس مجلس النواب لبيلاروسيا في نوفمبر الماضي، وكم الاحتفاء اللي حظي به والاهتمام البالغ اللي شهدته هذه الزيارة في حد ذاته مؤشر. طبعا الزيارة الأولى لرئيس مصر إلى بيلاروسيا، وبتشمل الزيارة للبرلمان والالتقاء برؤساء الغرفتين، وده في حد ذاته بيؤكد مدى عمق الجانب التواصل الشعبي في هذه العلاقة. عايز أسأل حضرتك يا فندم، هل ترى أن الزيارة بتقتصر على العلاقات الاقتصادية أو التجارية، وحتى علاقات البلدين بتقتصر على هذا الشق، ولا ممكن نقول أنه في جوانب ورؤى مشتركة كثيرة؟ هو طبعا أكيد الجانب السياسي هيحظى بشق من الرئيسي من المباحثات وخلال لقاءات الزعيمين، وأكيد يعني هناك اهتمام بالغ من الجانب البيلاروسي أيضا بالاستماع لرؤى مصر في القضايا الإقليمية، خصوصا انها يعني كل الإقليم الشرق الأوسط والإقليم الأوروبي بالكامل يعني بيتأثروا بما يجري في أيهما. أوروبا ليست بعيدة عنه، أوروبا قريبة ومؤثرة ولنا مصالح كثيرة فيها كما لها مصالح في الشرق الأوسط، فبالتأكيد تبادل الرؤية في المجالات الاقتصادية والسياسية والإقليمية والدولية أكيد هيحظى بشق كبير في المباحثات. طبعا استاذ سفير، دعني استغل وجودك معنا يعني واسال حضرتك عن الجانب الروسي، هو جانب مهم جدا جدا بالنسبه طبعا للدوله المصريه واعتقد للدوله الروسيه ايضا. نتكلم عن 75 سنه من العلاقات بين البلدين او يمكن اكثر بعام، المرحله دي كيف تصفها؟ يا اولا 75 عام على تبادل انشاء العلاقات الدبلوماسيه، إنما هو مش يعني تاريخ التواصل بين البلدين أقدم من ذلك بكثير. أعتقد أول تواصل بدأ في القرن 16، وكان هناك بالفعل قنصل روسي في الإسكندرية في القرن 18، وده أول تواجد دبلوماسي روسي في مصر على الإطلاق. فالعلاقات طويلة ومتشعبة يعني بشكل يعني مميز. الأربع أو خمس سنوات الأخيرة طبعا شهدت تطور ونمو سريع جدا، لكن أنا بشوف أن أهم سمة لهذا التطور هو الصيغة اللي بيبنى عليها، أنه كلها صيغ بتحقق فائدة مشتركة متبادلة وبنفس القدر للجانبين، وأنا بشوف أن هذا هو الأساس الصلب اللي تبنى عليه أي علاقة. بمعنى أن احنا على سبيل المثال أحد أهم المشروعات المطروحة حاليا هي المنطقة الصناعية الروسية في بورسعيد، هي صيغة بسيطة للغاية، مصر موقع، شبكة اتفاقات تجارة حرة، يد عاملة ماهرة ومدربة، يعني اللوجستيات والبنية الأساسية مميزة، روسيا قدرة تصنيعية وتكنولوجية وقاعدة صناعية قوية، فتجميع هذه المزايا أيضا للمرة الثانية بيخرج منتج قادر على المنافسة وغزو أسواق ثالثة. فبالتالي احنا بنتحدث عن منطقة صناعية في مصر فيها صناعات شديدة التنوع، المجالات قائمة طويلة جدا من مجالات الانتاج، انما بالنسبة لنا بتخلق 35 ألف فرصة عمل، استثمارات مباشرة في مرحلتها الأولى 7-8 مليار دولار. بطبيعة المشروع من شأنه أنه يحدث تغير في هيكل الصادرات المصرية، يزيد المكون الصناعي ويفتح أسواق سواء جغرافية أو قطاعية لم تكن مطروحة من قبل.
بالإضافة لكده أنه رفع الكفاءة اليد العاملة اللي هتعمل، فهناك مكاسب كثيرة عائدة على الاقتصادين. من الناحية الروسية أيضا هو بيسمح للشركات الروسية بدخول أسواق أخرى، زيادة إنتاجها، وبالتالي تحقيق معدل نمو أعلى، فبالتالي هي صيغة مربحة لصالح البلدين. وأنا بشوف أن هذا هو الأساس الصلب اللي تبنى عليه أي علاقة، وده ما يحدث دلوقتي أو ما يميز هذه العلاقة الآن. خليني أسأل حضرتك عن الملف دائما، كل ما نتابع مجريات بكل ما هو جديد بالنسبة لشكل العلاقات المصرية الروسية، نلاقي دائما مكتوب في الصحافة كده الملف العالق له علاقة بعودة سياحة لشرم الشيخ والغردقة. احنا وصلنا لفين يا فندم في هذا الإطار؟ يعني هناك تواصل مستمر ومكثف، ويعني بالفعل على مستوى الخبراء، ونحن نتابع طبعا. الطيران المباشر عاد بالفعل بين موسكو والقاهرة في إبريل من العام الماضي، ونحن بنعمل على باقي المطارات، وإن شاء الله يعني تكون في نتائج قريب. أخيرا يا فندم أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معنا، وطبعا غدا إن شاء الله نتابع الزيارة. احنا هنا متواجدين في مقر إقامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والوفد المرافق له، أتابع محاضراتكم وكل ما هو جديد. أشكرك سيد سفير إيهاب نصري سفير مصر في موسكو. مشاهدين الكرام أشكركم شكرا جزيلا على حسن المتابعة، إلى اللقاء.